إدارة محافظة كركوك عملت قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد بإيجاد الحلول لإخلاء المدارس من النازحين لأجل مباشرة طلبة وتلاميذ المحافظة دوامهم، وذلك بتخصيص 3 مواقع مختلفة لإيواء النازحين الذين نازحوا من مناطقهم بسبب سيطرة الإرهابيين عليها منذ أكثر من 5 شهور. قمنا كإدارة محافظة كركوك بتخصيص 3 مواقع، الموقع الأول في منطقة ليلان مقاطعة نزراوة، وخصصنا 100 دونم، هذه 100 دونم تم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، حيث تبنت إدارة المحافظة جزء من المسؤوليات الخاصة بالمجمع، وتبنت الأمم المتحدة الجزء الثاني. نحن كإدارة كركوك ساهمنا بتسوية الموقع وتهيئة الموقع، وأيضا قمنا بحفر بعض الآبار، وتبنت منظمات الأمم المتحدة إيصال شبكة الماء والكهرباء والمجاري وإنشاء الخيام، وحاليا المجمع أنجز بالكامل، و هنالك ما يقارب 650 عائلة حاليا تسكن هذا المخيم. أيضا هناك تم تخصيص مساحة 200 دونم في منطقة زندانة، لدينا لجنة فرعية مشكلة برئاسة السيد المحافظ ووكيل وزارة الإعمار والإسكان ومدير الهجرة وممثل القانونية والحسابات في ديوان المحافظة. هذه اللجنة لديها تنسيق مع اللجنة العليا، حيث تم رصد مبلغ 8 مليارات لمحافظة كركوك من أجل القيام بإنشاء أيضا مخيم ثاني، لكن إدارة المحافظة فضلت أن يكون المخيم عن طريق الكروانات. ولدينا أيضا موقع ثالث تم بالتنسيق مع أهالي قرية بداوة، حيث هناك ما يقارب 800 هيكل تم الاتفاق مع الأهالي من أجل إسكان العوائل النازحة في هذا المخيم، لكن يحتاج إلى هذه الدور تحتاج إلى بعض التأهيل والصيانة. هناك لجان مختصة فنية سوف تعمل على إكمال صيانة هذه الدور. بحسب مدير دائرة الهجرة والمهجرين في كركوك أن المواقع التي خصصت لمخيمات النازحين قد احتضنت الذين كانوا يسكنون المدارس، وأنهم باستمرار في مساعدة النازحين بإيصال المواد الغذائية والمنزلية ومنح 1,000,000 دينار عراقي ل30,000 عائلة من أصل 67,000 عائلة دخلت مدينة كركوك كنازحين، مضيفا أن إدارة المحافظة قدمت مساعدات أيضا لتلك العوائل. قمنا باستقبال قرابة 67,000 عائلة نازحة من المحافظات المختلفة التي شهدت النزوح، وقمنا بدورنا بتقديم المساعدات الغذائية والمنزلية إليهم من قبل المرسلة من قبل الوزارة، وأيضا قمنا بتوزيع المساعدات الغذائية والمنزلية إليهم من قبل بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، وكذلك قمنا بتوزيع المنح المالية بقرابة 30,000 عائلة منحة 1,000,000 دينار. لدينا لجنة النازحين في محافظة كركوك ترأسها السيد آزاد جباري، لديه الدعم الوافي إلينا كدائرة الهجرة والمهجرين، وهناك الدعم أكيد متواصل من السيد المحافظ في تخصيص الأرض لإنشاء المخيم في كركوك ونقل هذه الأعوال الموجودة من المدارس إلى هذا المخيم، وتم انتهاء من هذه المسألة، والسيد المحافظ مستمر في لكونه رئيس اللجنة الفرعية لإغاثة والإيواء النازحين في إنشاء المخيم الثاني والثالث إن شاء الله. يعني تم نقل جميع العوائل، والآن في المخيم الموجود في ليلان 100 دونم الذي تم تخصيصه الذي يتضمن 1,500 خيمة منجزة من قبل اليوني إتش سي آر. تم نقل جميع هذه العوائل الموجودة في 45 مدرسة بقرابة 450 عائلة إلى هذا المخيم. 67,000 عائلة نزحت من المدن والمناطق التي تشهد سيطرة إرهابي داعش فيها إلى مدينة كركوك، وبدورها قامت إدارة المحافظة باستقبالهم وإيوائهم وتقديم المساعدات لهم تنتهاء محنتهم ومن ثم عودتهم إلى مناطقهم الأصلية. هالغورد حسن، فضائية كركوك.